نحن كسياسيين والكتل السياسية تطمح دائما أن يكون هنالك علاقات مشتركة ويعني وطيدة ما بين كل دول العالم يعني. والمنهاج الحكومي أيضا السيد السوداني يقوم بتطبيق هذه الفقرات، نعم. ومنها إقامة علاقات دولية واسعة وأيضا إقامة علاقات دولية يعني إقامات علاقات جيدة مع دول الجوار، نعم. ويعني أخص بالذكر أنه تركيا مهمة جدا، هنالك تبادل تجاري أكثر من 20 مليار سنويا مع تركيا وفي كل المجالات، وهذا يعني التبادل التجاري يجب أن يعني يكون أكثر في المستقبل إذا ما وقعت هذه الاتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي هي نقول شاملة لكل المجالات.